بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مرة أخرى نعود إلى القلابات كذا. سوف نتعرف على القلابتي. إذن المنطق دائما المنطق التعاقبي، القلابات، القلابتي، الرمز، رمز القلاب تي نفس الشيء كما شفنا القلابات الأخرى. إذا القلاب تي له مدخل واحد اللي هو الآش، ولديه مخرجين الكي ونفيه. إذا القلاب هذا لديه مدخل واحد آش، مدخل التوقيتية فعال في جوار الجبهة، عفوا الجبهة الصاعدة. إذا لاحظوا جيدا، الآن نحاول نستخرج جدول الحقيقة لهذا القلاب. إذا جدول الحقيقة أو جدول التشغيل للقلاب تي اللي سميناه تي ذو المدخل الوحيد. إذا جدول الحقيقة لاحظوا جيدا، جدول التشغيل أو الحقيقة وش فيه؟ لدينا آش، آش و كي آن و كي آن زائد واحد. إذا آش غير فعال بصفر، فعال بواحد. إذا هنايا الكي بصفر، كي بواحد، الآش فعال أمر عادي كما موافين أمر جدول حقيقة. هذا جيدا. عندما يكون الآش غير فعال فإن المخرج دائما يحتفظ بالقيمة السابقة اللي هي في هذه الحالة صفر منطقي. الآن نفس الشيء، الآش غير فعال يكمل ديما كي آن زائد واحد، يحتفظ بالقيمة السابقة في هذه الحالة هي واحد. الآن الآش فعال، الآش فعال وش يدير عملية، وش يدير القلاب تي؟ يدير عملية التبديل. إذا إذا كانت القيمة السابقة صفر تصبح واحد، وإذا كانت القيمة السابقة واحد تصبح صفر. إذا هذا هو جدول التشغيل للقلاب تي. نحاول نستخرج جدول كارنو لاختزال المعادلة. إذا عندنا قدام مدخل هنايا مدخلين، إذا راح نجيب معادلة كي آن زائد واحد. إذا المدخل هذا هو آش وهنا المدخل كي آن. إذا المدخل آش صفر واحد، كي آن صفر واحد. إذا هنا شوفوا نعمر جدول الحقيقة، جدول كارنو من خلال جدول الحقيقة. إذا صفر صفر تعطيني صفر، واحد صفر واحد صفر هاي وراها واحد صفر تعطيني واحد، و إذا واحد صفر هاي واحد صفر، إذا مش تعطيني واحد، وواحد واحد تعطيني صفر. إذا هذه المعادلة نستخرجها من جدول كارنو بهذه الكيفية. إذا لدينا ماذا؟ تجميعين. إذا التجميعين هذا نخرج منهم معادلة القلاب تي. إذا المعادلة كي آن زائد واحد تساوي آش وكي آن بار، أو آش بار وكي آن، آش بار وكي آن. الآن نقوم برسم المخطط المنطقي للقلاب تي. إذا لاحظوا جيدا أبنائي وبناتي، فقط نرسم القلاب جيكا. لقد من خلال جدول التشغيل للقلاب تي لاحظنا أن القلاب تي كل مرة اللي الوضع في الواحد هي الوضع في الصفر. إذا يدير عملية تقليب أو التبديل. إذا ينجز عملية أو يجري عملية التبديل. وش ندير هنايا؟ لو كان نمد واحد واحد في الجي والكا ونعطي نمرات في الاش، راح يحدث لي عملية تبديل في المخارج. نبضة يعطيني واحد، نبضة يعطيني صفر، نبضة واحد، نبضة صفر، وهكذا. إذا هنا في هذه الحالة، في هذه الحالة أبنائي، إذا كان الجي كا راح نثبتها في الواحد منطقي، نستطيع أني نستعمل بوابة ذات مدخلين فقط، بوابة ذات مدخلين
كنا مستعملين بوابة ذات ثلاث مداخل، مداخلها هي الحلقة الارتدادية والآش والجي وهنا الكا. الآن لو كان نستعمل بوابة منطقية ذات مدخلين تفي بالغرض، وش يبقى؟ تبقى لي الحلقة الارتدادية ومدخل الآش. الآش هذا نولي ونسميه تي، اللي هو آش. إذا المدخل تي اللي هو آش أصبح متغير دخول، هو اللي غير لي حالة الخروج من صفر إلى واحد، ولا من واحد إلى صفر عند إعطاء كل نبضة في آش. إذا هذا عبارة عن قلاب تي، هذا عبارة عن قلاب تي لديه مدخل وحيد اللي هو تي، اللي هو التوقيتية في آن واحد، ومخرج المخرج في ونفيه. إذا هذا هو القلاب أو المخطط المنطقي للقلاب تي، بسيط جدا. لحظة ونواصل مع هذا المثال. إذا لاحظوا جيدا أبنائي وبناتي مع هذا المثال للمخطط الزمني للقلاب أو لتشغيل القلاب تي. إذا لاحظوا جيدا المثال اللي نهزوه هنايا عبارة عن مدخل تي، هو مدخل توقيتية للقلاب هذا، يشتغل أو فعال عند كل جبهة نازلة. إذا فرضيا أو فرضا أن القلاب تي كان مخرجه يساوي صفر في هذه الحالة، عند إعطاء نبضة في التي يصبح واحد منطقي، يقلب صفر. إذا هنا واحد منطقي صفر منطقي يصبح واحد. الآن عند إعطاء نبضة أخرى في الآش أو في التي يصبح صفر. نبضة كل عند كل نبضة لتي ولا آش اللي هي نفسها راح يبدل المخرج، يبدل القيمة نتاعو. لاحظوا جيدا. إذا عند كل نبضة لي تي المخرج كي يغير الحالة نتاعو، من صفر يصبح واحد، من واحد يصبح صفر، من صفر يصبح واحد، وهكذا. إذا لاحظوا جيدا دور الإشارة. إذا هذا عبارة عن إشارة دخول والإشارة خروج بالنسبة إلى القلاب، هذه إشارة تحكم وهذه إشارة ناتجة من القلاب تي. لاحظوا جيدا عندنا هنايا مثلا زمن او دور إشارة الدخول تي، نسميها تي اش، دور إشارة الدخول تي اش، وهذا دور يعني إشارة هو الدور اللي قاعد يتعاود، وإشارة الخروج تي كيو ان، هذا نسميه تي كيو ان ولا كي. وش نلاحظوا كون نقارنوا بيناتهم؟ لاحظوا جيدا المقارنة بين تي اش و تي ا تي كيو. المقارنة نلاحظ أن تي كيو يساوي زوج مرات أو مرتين من تي اش، إذا تي كيو تساوي اثنين في تي اش. الآن نستنتج الآن المقارنة بين الإشارتين من حيث التواتر. إذا نعلم أن إشارة التواتر الإشارة F يساوي واحد على T، قاعدة عامة. الآن هنا FQ يساوي مقلوب هذه، إذا FQ يساوي واحد على TQ ويساوي F ويساوي واحد على اثنين في تي اش، وتساوي واحد على تي اش هي اف اش، اذا نصف هنا نصف نصف واحد على تي اش هي اف اش على اثنين، يعني اشارة الخروج تساوي اشارة او تواتر اشارة الدخول على اثنين. إذا في هذه الحالة وش نقول على القلاب تي؟ هو قاسم للتواتر. إذا القلاب تي قاسم للتواتر، القلاب تي قاسم للتواتر. مهم جدا هذه، مهمة جدا، نحتاجوها فيما يأتي إن شاء الله. إذا القلاب تي هو قاسم للتواتر. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.